تعال نشوف مع بعض بقى مسألة احنا عملنا ايه. كان عندي حتة ارض، فرضا انا هجيب لك الموضوع من اوله، تمام؟ فرضا كان عندي حتة ارض ابعادها مثلا 1500 متر في 300 متر مثلا، تمام؟ طلب منك ان احنا نرسمها على ورقة ابعادها 70 سنتي في 50 سنتي، تمام؟ دي 70 سنتي في 50 سنتي، هتعمل ايه؟ هتقول لي ان انا في الخريطة بتاعتي هاخد سنتي يمين وسنتي شمال، تمام؟ وبعد كده هاخد خرطوشة يمين عرضها 12 سنتي، وبعد كده هجيب ال drawing وال بي drawing اللي هي ابعاد المنطقة اللي انا هرسم فيها، واقول لك هجيب مقياس خريطة ال drawing على 1500، ومقياس خريطة طول، ومقياس عرض خريطة او مقياس عرض عبارة عن البي drawing على 300، تمام؟ طول في الخريطة على طول في الطبيعة، وتاخد السكيل الاصغر فيهم واللي يمشي مع الارقام المتعارف عليها في اعمال المساحه. ففي الاخر وصلت السكيل مثلا 1 ل 500، تمام؟ السكيل اللي انا اخترته 1 ل 500. حلو قوي. دقه المشروع بتاعي فرضا قال لي انا عايز دقه في الطبيعه 3 متر، تمام؟ دقه المشروع بتاعي في الطبيعه 3 متر، تمام؟ فقال لك الاكيورسي في الطبيعه 3 متر. حلو قوي. يبقى هنا دي لازم ابقى عارفهم قبل ما ارسم المقياس التخطيطي. انا هاجي اقول لك مثلا كاكاديميا انا بقول لك ايه، ارسم مقياس تخطيطي، ما قلتش طولي ولا شبكي، ما قلتش طولي ولا شبكي، تمام؟ ارسم مقياس تخطيطي. حلوة. المقياس التخطيطي ده بسكيل كام؟ سكيله العددي 1 ل 500، عطاهولي جيفن، تمام؟ بيقرأ لدقة 3 متر في الطبيعة، يقرأ لدقة 3 متر في الطبيعة، هو قال لي كده، ارسم مقياس طولي أو تخطيطي، تمام؟ قيمة المقياس العددي بتاعه 1 ل 500 والدقة بتاعته 3 متر، أنا عايز الدقة 3 متر، هو قال لي كده. حلو أوي. هرسمه إزاي؟ قال لك عشان ترسمه لازم تكون عارف الأقسام بتاعة المقياس اللي أنت عندك اللي هو المين ديفيجن والسب ديفيجن. بس أنا عندي خد بالك نوعين إحنا قلنا عليهم، إيه هما؟ مقياس طولي ومقياس شبكي. المقياس الطولي أنت بتستخدمه إمتى والشبكي بتستخدمه إمتى؟ قال لك بناء على قيمة الدقة اللي أنا عايزها. لو الدقة اللي انت عايزها اقل من 3 ملي، خد بالك المقياس الطولي بيترسم من 3 لكام؟ ل 3 ل 10، يعني الدقة بتاعته بتبدأ من 3 لحد 10 ملي، وبعد كده ممكن ترسم مقياس قسم رئيسي عادي، تمام؟ حلوة. انما اللي اقل من 3 ملي مين يرسمه؟ يرسمه الشبكي، تمام؟ اللي انا هنتكلم عليه دلوقتي. يبقى انا بستخدم الطولي لما تكون الدقة اللي انا عطاها لك في الخريطة، في الخريطة قيمتها في الخريطة أكبر من أو تساوي 3 ملي، أكبر من أو تساوي 3 ملي. يبقى أنا هنا المقياس الطولي أنا بستخدمه إمتى؟ لما تكون الإكس أكبر من أو تساوي مين؟ 3 ملي، تمام؟ حلوة. ده أروح لمين؟ أروح للطولي، تمام؟ لو أنا كان عندي الإكس أقل من 3 ملي في الحالة دي هروح أرسم وأعمل ديزاين لمقياس شبكي، وده هنتكلم عليه في محاضرة تانية إن شاء الله، تمام؟ ده بالنسبة لمين؟ للدقة. طب أنا دلوقتي مش عارف، والراجل قال لي في المسألة دي ارسم مقياس تخطيطي، ما قالش لا طولي ولا شبكي، تمام؟ ما قالش لا طولي ولا شبكي، تخطيطي بمقياس 1 ل 500 ويقرأ لدقة 3 متر، دول الجيفن. حلو قوي. يبقى حضرتك في الاول هتروح تشيك، اتاكد ال 3 متر دول في الطبيعه اللي هو الدقه اللي انا عطاها لك دي، ال 3 متر اللي انا عطاها لك دي في الخريطه كام؟ لو هي اكتر من 3 هروح اصمم مقياس طول. يبقى اول خطوه هنعملها، تمام، هنتاكد من قيمه الدقه، هقول 1 الى 500 اللي انا عطاها لك. حلو قوي. انا عارف ان دي طبيعه، حلو، ودي خريطه، كويس، هعتبر ان الوحدات متساويه سنتي لسنتي، لان انا برسم في الورقه بسنتي. حلو، تمام. انا عندي في الطبيعه قال لي ايه الدقه بتاعتك اللي هي 3 متر في الطبيعه، 3 متر، متر ده وحده الطبيعه، يبقى انا هكتب 3 متر بس انا شغال بالسنتي، فهضرب هنا في كام؟ في 100 عشان اقدر اطلع قيمه الدقه اللي انا برمز لها برمز الاكس لو تفتكر، تمام. هقدر احسب قيمه اكس هنا، اكس دي بمجرد ما حسبتها هعرف انا هشتغل مقياس طولي ولا شبكي، تمام. اكس دي بتساوي ايه من على الكريس كروس هنا؟ هقول ان هي 1 في 3 في 100 على 500، تمام، 1 في 3 في 100 على 500، تمام. اقدر احسب من هنا قيمه الدقه بتاعتي، طلعت معايا بالكالكوليتر 6 من 10. 6 من 10 ايه؟ احنا الوحده بتاعتنا سنتي، ومحول هنا سنتي، ده يبقى سنتي، تمام. حلوه. يعني ده تقريبا كام ملي؟ 6 ملي. حلوه. ال 6 ملي دي اكبر ولا اقل من 3؟ اكبر من 3 ملي، يبقى هروح اشتغل مقياس طولي. لو دي طلعت معايا 1 ملي هروح شبكي اللي هنتكلم عليه قدام، تمام. معنى ان الاكس طلعت معاك في الخريطه 6 ملي او قيمه اكبر من 3 ملي هشتغل مقياس طولي. بمجرد ما هنا اقول له بما ان، تمام،
بما ان قيمه الاكس بتاعتي طلعت اكبر من التلاتة مللي، يبقى هقول له اذا ايه بقى تيك، هختار او هاصمم تمام دياجونال او لينير سكيل. لينير سكيل اللي هو مقياس طولي، تمام لينير سكيل اللي هو المقياس الطولي اللي انا هشتغل عليه. حلو قوي كده، بمجرد ما عرفت ان انا هشتغل مقياس طولي اروح للشرط بتاعه. ايه هو؟ اول ما اعرف مقياس طولي اقول لك ان الاكس هي السب ديفيجن. ليه؟ لان اقل قيمه بيقراها المقياس الطولي هي قيمه السب ديفيجن، تبقى هي بتساوي الاكس على طول، هتساويها خريطه وتساويها طبيعه. تمام، يبقى كده اول خطوه عرفناها تمام ان احنا هنشتغل طولي بناء على مين؟ قيمه الاكس اللي حسبناها من السكيل اللي هي اكبر من 3 مللي. تمام، اول ما عرفت طولي، اول ما حضرتك ما تعرف ان هو طولي يبقى الدقه تساوي سب ديفيجن، يبقى اقول له اذا على طول ايه بقى قيمه السب ديفيجن خريطه تمام هتساوي ايه؟ هتساوي قيمة الاكس خريطة هتساوي التلاتة الستة مللي اللي احنا حسبناها. حلو، ده اول واحدة وهجيبها. احنا اتفقنا ان عشان ارسم المقياس ده اللي هي الرسمة اللي قدامنا دي تمام لازم ابقى عارف قيمة المقياس الطولي، القسم الرئيسي مرة خريطة ومرة طبيعة، والقسم الفرعي مرة خريطة ومرة طبيعة. فهنحسب الاثنين، واحدة خريطة وواحدة طبيعة. السب ديفيجن حضرتك بمجرد ما عرفت قيمة الدقة خلاص كده جبت السب ديفيجن خريطة، وهجيب كمان السب ديفيجن طبيعة. دي بتساوي ايه؟ بتساوي الاكس طبيعه بتساوي 3 متر، ما هي الاكس طبيعه اللي انا اعطاها لك في المساله اللي هي 3 متر دي. تمام، يبقى هنا هتساوي 3 متر. دي كده البوكس ده مهم قوي لان هرجع له. سيبك من اي حسابات ثانيه بقى، هو ده المستطيل اللي انا هرجع له وهرسم بيه. هرسم بال 6 مللي وهكتب ال 3 متر. اتفقنا؟ الطبيعه تتكتب والخريطه تترسم، الطبيعه تتكتب عليه والخريطه تترسم بيها زي ما هنشوفه مع بعض. حلو قوي كده، احنا خلصنا من مين؟ من السب ديفيجن. تعالى يا باشمهندس ازاي نحسب بقى قيمه السب المين ديفيجن؟ السب ديفيجن حسبناه، نرسم الايه؟ نحسب ازاي نجيب المين ديفيجن عشان نرسم الاثنين مع بعض ونشوف الرسمه بتاعتنا في الاخر. تمام؟ ده كده يعتبر الايه؟ السب ديفيجن. المين ديفيجن بقى ايه؟ نرجع بقى للشرط بتاعه، الشرط بتاع السب ديفيجن اللي بيساوي الاكس. شرط المين ديفيجن ايه بقى؟ قال لك بيساوي عدد من الاقسام الفرعيه مضروب في السب ديفيجن، مره خريطه مره طبيعه، ودول عندك دلوقتي. دول عندك تمام، انت فاضل لك بس تعرف مين ال ان اس تحسب دي على طول. قال لك ال ان اس دي فرضيه، انت بتعمل اخراج للوحتك تمام، فواحد ممكن يفرضها 4، واحد ممكن يفرضها 5، واحد يفرضها 10 براحته تمام، بس براحته فين؟ في وزن رينج الايه؟ المين ديفيجن. لازم يكون من 2 لكام؟ لأربعة. ازاي؟ قال لك تعال احنا عارفين ان المين ديفيجن تمام بيساوي ال ان اس مضروب في السب ديفيجن، صح؟ مش دي المعادله بتاعتنا اللي هي جايه من هنا كده تمام. قال لك خلاص المين ديفيجن دي انا هحسبها ازاي؟ قال لك قيمه السب ديفيجن عندك يا تحسبها يا اما 6 يا 3. لو عايز المين ديفيجن خريطه تاخد السته بتاعت الخريطه اللي هي سب ديفيجن، لو انت عايز المين ديفيجن طبيعه تاخد سب ديفيجن طبيعه اللي هي الثلاثه. حلوه، يبقى احنا هنحسب المين ديفيجن مرتين برضو، مره خريطه ومره طبيعه على بناء على كده، بس الان اس لازم تكون ثابته في الاثنين لان عدد الاقسام ثابته تمام. طب دي ايه؟ قال لك دي انا هحسبها، نفترض دي كانت 6 مللي، او ما مش نفترض، هي اصلا ب 6 مللي في الخريطه تمام او في الورقه تمام. قيمه السب ديفيجن في الخريطه. حلوه، انا عايز اعرف ال ان اس دي بكام عشان قيمه المين ديفيجن دي تبقى في حدود من 2 لحد 4 سنتي. وصلت؟ تمام، يعني انا عايز ال ان اس دي افرضها رقم كام قد ايه تمام عشان الناتج يبقى في حدود من 2 ل 4. خد بالك دي 6 مللي، يعني 6 من 10 من السنتي تمام. حلو قوي، قال لك خلاص يعني لو فرضت دي 5، 5 في 6 ب 30 مللي، يعني 3 سم تمشي. الله تمشي. طب لو فرضت دي 4، 4 في 6 ب 24 مللي، يعني 2 سم و4 من 10 تمشي. تمشي في الرينج. طب لو فرضت دي 6، 6 في 6 ب 36، 3 و6 من 10 تمشي. تمشي. فرضتها 10، 10 في 6 ب 60، 60 مللي، يعني 6 سم بره، ما ينفعش تمام. حلو قوي، واحد يقول لي هو انت هتقعد تفرض ومش عارف، براحتك ما فيش مشكلة. انت ممكن تقول لي انا هاخد المين ديفيجن بثلاثة على طول، براحتي انا هاخده بثلاثة واحسب ال ان اس منها. ثلاثة على ستة يعني 30 مللي على ستة تديني 5. بس هنا احيانا لما تفرض الرقم ده وتاخد السب ديفيجن بقيمة ممكن ال ان اس تطلع معاك كسر، هتضطر انك تقربها للاكبر وترجع تحسبها من جديد. فالاحسن انك بالمنظر كده بالعين تمام. انا لو فرضت دي 5
فرضها هبداها من الاول، فرضتها 3، 3 في 6 ب 18، ما تنفعش يعني 1.8 من 8 1.8 من 10 سم، تمام. 5 فرضتها 4، 4 في 6 ب 24، 2 سم و4 من 10 تمشي. طب فرضتها 5، 5 في 6 ب 30 تمشي. فانت الاسامبشن ده انت هتفرضه براحتك، في الاخر الرسمه لازم تقفل مع بعضها زي ما نشوف مع بعض. فانا عشان كده هقول اسيوم الاول ايه هو بقى، هتفرض اعمل فرض ان ان اس اللي انا هاخدها دي هاخدها بخمسه بتاعتي، ممكن انت تحسبها باربعه، ممكن زميلك يحسبها بسته، عادي مفيش مشكله، تمام. الرسمه بتاعتك لازم الارقام تكون مقفله مع بعضها زي ما هقول لك حالا دلوقتي، مش فارقه معايا زميلي حالا غير زميلي او ارقام غير، لا المهم الارقام تكون مقفله مع بعضها زي ما هقول لك دلوقتي، تمام. كده انا فرضت الان اس، خلاص يبقى بمجرد ما عرفت الان اس وعارف قيمه السب ديفيجن مره خريطه مره طبيعه، تقدر تحسب على طول المين ديفيجن. يبقى هنا اقول لك المين ديفيجن خريطه الاول، تمام، اللي هي عباره عن ايه بقى؟ عباره عن الان اس اللي هي بخمسه مضروبه في قيمه السب ديفيجن ايه؟ انت عايز خريطه، يبقى تاخد سب ديفيجن خريطه اللي هي كام؟ ال 6 مللي، تمام؟ 6 مللي اللي هي تعتبر معايا 30 مللي، انا عايز ارسم بالسنتي يعني 3 سنتي، تمام؟ ده كده اول ايه؟ اول واحد قيمه المين ديفيجن في الخريطه، تمام؟ نجيب قيمه المين ديفيجن برضو زيها في الطبيعه اللي هي في الفيلد، هتساوي ايه؟ قال لك هتساوي برضو الخمسه لان اس ثابته، بس بدل ما اضرب، بدل ما كنت بضرب في الستة هضرب فين؟ في التلاتة اللي هي قيمة الاكس او السب ديفيجن في الطبيعة اللي هي 3 متر، تمام؟ حلوة، هيطلع معايا 15 متر، ده قيمة مين؟ قيمة المين ديفيجن. ده البوكس التاني، ده المستطيل التاني، انا مش هرسم غير بالمستطيلين دول، ده وده، سيبك من اي رسومات تانية، تمام؟ ازاي؟ قال لك هنرسم بيهم ونحط ايه؟ نرسم بالتلاتة سنتي ونكتب ال 15 عليهم، نرسم بال 6 مللي ونكتب ال 3 عليهم، تمام؟ بالمنظر ده، تعالى واحدة واحدة نشوف بقى نهاية الديزاين بتاعنا والرسمة بتاعتنا تمشي ازاي.